للمزيد من المتابعين ينضم إلينا مباشرة من مقر انعقاد المؤتمر مراسلنا منذر أبو دوح. منذر بعد التحية لو تنقل لنا يعني متابعتك لفعاليات المؤتمر وختامه. تحياتي إليك. بداية بالفعل المؤتمر شهد زخما كبيرا ومناقشات حول تأثير الفقه في بناء الدول، وخاصة يأتي هذا المؤتمر في ظل تحديات عديدة تواجه الإسلام على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي، وخاصة ما نشهده من موجات الإرهاب وتأثيرها على صورة الإسلام وتشويهها لهذه الصورة السامحة الوسطية. وهذا ما تابعناه مناقشات بين أئمة الإسلام في هذا المؤتمر المهم، وخروج الوثيقة القاهرة حول المواطنة وأهمية المواطنة، بجانب الآن الدكتور محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، نطلع معه على أهمية المواطنة. وثيقة القاهرة للمواطنة هي وثيقة جد مهمة بالنسبة لنا نحن كمجتمعات وكأقليات وكجاليات مسلمة، لأننا نعرف مدلول وأهمية مثل هذه الوثائق. نحن بحاجة إلى تأصيل لواقعنا، تأصيل لوجودنا، تأصيل لعلاقتنا وعملنا مع الآخر في ظل الدولة الوطنية وفي ظل من المساحة من التشاركية مع الآخرين. أصبح المسلمون في بلدان العالم خارج العالم الإسلامي إحدى المكونات الأساسية لهذه المجتمعات. تأتي هذه الوثيقة، وثيقة الأوقاف، وثيقة القاهرة 2019، لتعطي للمسلمين الضوء الكاملة بأنه ليس هناك أي تناقض بين انتماء للدين عقيدة وحضارة وتاريخ، وبين مقتضيات المواطنة في تشاركي، في حواري، في تواصلي مع الآخرين. لذا نرى ليس فقط بارتياح، وإنما نراها قوة داعمة لنا كمجتمعات مسلمة وكقيادات في العمل المؤسسات في هذه البلدان، أن تكون خارطة الطريق بالنسبة للمسلمين خارج العالم الإسلامي، وفي نفس الوقت أنها تطمئن الدول الحاضنة لهذه المجتمعات بأن المسلمون هم قوة سلم وسلام تشارك مع الآخرين في ظل الدولة الوطنية وفي ظل التوحيد الجهود من أجل خدمة واستقرار الدول. الجماعات المتطرفة استطاعت أنها تستعمل هذه المجتمعات وتستعمل هذه الأقليات والجاليات خدمة لمشروعها التخريبي، إن كان ذلك في وطننا العربي والإسلامي، وإن كان ذلك حتى في هذه الأوطان، في الأوطان. ولذا تصبح هذه الجماعات هي خطرا ليس فقط على الدول العربية والدول الإسلامية، وإنما الدول الحاضنة لها. هذه الوثيقة تحرج هؤلاء الذين يدعون المفاصلة، تحرج جماعة الإسلام السياسي الذين لا يدعون إلى التشارك والمواطنة والتواصل مع الآخر، تحرج كل من يؤصل أن العلاقة ابتداء مع الآخر هي علاقة حرب. هذه الوثيقة تؤصل لمبدأ إسلامي، مبدأ نعم بل أنها عنوان لذلك ومحرك ومرجعية فقهية. ولذا كان المؤتمر هو مؤتمر بناء الدول رؤية فقهية معاصرة. هذه الرؤية تبلورت من خلال هذه الوثيقة. شكرا لك دكتور. شكرا لك. شكرا. شكرا لك. كما تابعنا أعزائي المشاهدين، بالفعل هي تأكيد على أهمية المواطنة وتأكيد على أهمية عدم التمييز بين المواطنين على اختلاف جنسياتهم ودياناتهم. شكرا جزيلا منذر أبو دوح على هذه المتابعة.